السلام عليكم الزول في الأول، تحياتي لكم جميعا أينما كنتم وحيثما وجدتم. الحمد لله. مرحبا سي يونس، صح سي حمزة الزول. يتلحقوا خاوتنا وتأخرت شوية، كان عندي واحد الأشغال كنت نقوم بها على هذه شوية، درت الروطار. سلام خويا من واشنطن، بارك الله فيك سي رفيق صبري. السلام عليكم. تحية لكم جميعا خوتي. استغفر الله الرحيم. سلام اختنا سهى، اخونا عز الدين. خلو حتى يبدو يتلحقوا الخاوة باه نبدو نتكلموا على نظام ولاد الحركة ونظام الجبناء ونظام الخوافين والمرتزقة اللي حاسبين بهذه الضغوطات وهذا التضييق وهذه الاعتداءات على العجزة والشيوخ، قادرين يسكتوا أمير ديزاد ولا ما يقدروش. على بالي راكم تتفرجوا جماعة مخابرات بن عكنون وجماعة لا بريزيدونس وجماعة باب الزوار وجماعة بوشاوي إلى غيرهم من الأجهزة الأمنية اللي أغلبها لحاسين صباط العصابات. أنا دائما نشوف حتى اقتحموا البيت تاع والدي وعند الوالدة والمحيط كله، رغم كل هذا الشيء إلا دائما نقول ونعيد نقول حتى كما قال لك وصلوا عندي حتى الآن عند الأهل تاعي، ونقول كاين ويبقى حتى ويكون 1% من الشرفاء ولد الفاميليا. يعني مشي في لحظة غضب ولا عبسة نروح نسبهم كاع. طبعا كما العادة أكثر من 90% يمشوا تحت الصباط إلا وفيهم ولاد الفاميليا والشرفاء والنزهاء والأحرار في الدرك ولا في باقي الأجزاء الأمنية. كاين ولاد فاميليا اللي كما قال لك يبقون في صمت على ما يحدث واش راه صاري للبلاد. نبداو البارح من العصر، من صلاة العصر، فرقة مدججة وكأنهم راهم رايحين يلقوا القبض على أخطر إرهابي في العالم. يعني مش عارف 50 جندرمي ولا أكثر، 15 طيور تاع جندرمية ولا مش عارف يسموهم، رايحين الدوار معزول. خارج من الدوار، أنا نسكن بعيد على تيارت 90 كيلومتر، منطقة اسمها تخمرت بلدية، وما نسكنش حتى في البلدية، دخل نسكن برا على الجبل، على الحافة تاع الجبل. كيما راكم شفتوا الصورة تاع البيت تاعنا، راهو عند شيخ في عمره 81 سنة. يعني عيب عيب يا سعيد بوتفليقة ويحيى وقايد صالح، لمن تزعمون الرجولة والشهامة وانتم قوة إقليمية، رايحين عند شيخ في عمره 81 سنة. وأنا بالمناسبة ما نبغيش نحكي على أمور خاصة وتخصني أنا، لأن معركتي ماهيش معركة تصفية حسابات شخصية عندي معاهم أنا، ولا معركة تاعنا من أجل البلاد وضد السراقين أينما كانوا. أنا الصفحة ما حليتهاش باش نتكلم على نفسي ولا نتكلم على بلدية تخمارت ولا نتكلم على الدوار، نتكلم على كل المناطق الجزائرية، بداية من 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 برج باجي مختار، من الحدود الجنوبية في طمراشط حتى الأعالي جبال ججرة عند خوتنا القبائل،
الى مرورا بغردايه خاوتنا عرب بن مزاب، ومن الشرق من تبسة حتى المغنية. صفحة لجميع الجزائريين وكل خاوتنا الجزائريين اللي مضطرين من هذا النظام الفاسد، سواء كانوا مدنيين او عسكريين. وتبقى الصفحة تنشر مهما تديروا مهما تديروا، قسما بالله حتى الاخر نفس كي يحبس النفس الله غالب، ثم الله غالب. اما مادام في الجسد روح مانيش طالق، واش تديروا؟ كما قال لك المصري، اعلى ما في خيلكم اركبوا. هذه الحاجه الاولى، النقطه الاولى. راحوا للبيت من العصر حتى صلاه العشاء، قلبوا قادر. وقلت لكم انا ما بغيش نتكلم على هما جبناء ونتحداهم، لان كل التقارير غادي يمدوها للقناه زيكو، لانهم مدوا معاهم كاميراتهم ومدوا معاهم كل الامور تاعهم. قولوا للشعب واش لقيتوا؟ لقيتوا الخزينه تاع الاموال تاع بازل العابدين في ذاك القربي؟ ربما قلت لكم ما نبغيش نحكي على الامور تاعي الخاصه وتاع دارنا. لقيتوا كوزينه بلا بوطاجي، لقيتوا معين في صناديق تاع بطاطا، لقيتوا حاشاكم مرحاض ما عندهش باب في ازار. نتحداكم تنشروا عكس ما راني نقول قدام الشعب، وهنا الشيء هذا فخور به. علاش؟ عشت فيه وكبرت فيه، وما كبرتش في كليب ديبا وفي موريتي وبابا سراق. بابا طول حياته واشتغل خدم ماسو، خدم بناء طول حياته، وهذا الشيء نفتخر به. وجاب راجل اللي ارهقكم وعياكم وفشلكم وكره لكم حياتكم حتى وصلتوا لاخر المراحل تتهجموا على شيخ كبير لانكم ما قدرتوش على وليده. تتفكر بهذه المناسبة، تتفكر كيفاش كان الاستعمار بكري. كانت الرجالة تناضل وتكافح وبعاد على أهاليها، والاستعمار الجبان يروح يتبع النساء ويتبع الدراري ويتبع فاميلتهم ويتبع والديهم ويطيح عليهم في ديارهم. هذا ما علمتكم أمكم، هذا واش علمكم الاستعمار يا أولاد الحركة وأحفاد الحركة. لو كنتم رجال كي وصلتوا عند شيخ كبير كي لقيتوه. بالمناسبة خاوتي، بيكون على بالكم بلي الشيخ تاعي بابا إنسان مريض وعنده شكارة حاشاكم تاع الوسخ، يوسخ في الشكارة ما يقدرش ما يروح التواليت. يجيبوا له كونفوكاسيون باه يطلع عندهم للجزائر، صدق أو لا تصدق. هذا النظام اللي يدعي أنه قوة إقليمية، عنده مسكين في كسبو تيليفون داوهولو، واش غادي تلقى انت في تيليفون تاع الشيخ كبير عيط له فيه ولده يسقسي عليه؟ واش غادي تلقى فيه كديتو له؟ لانكم رخاص وجبناء. وهذا ما يزيدني الا عزيمه، وهذا يبين الضعف تاعكم، بلي اقزام اقزام في جلد كبار، دائما نقولها لكم وكل يوم يتضح هذا الشيء. هذا واش قدرت دير؟ ما كاش حاجه بلوس كسا. هذه هي تستدعوا باش ديروا مع تحقيق، تحقيق مع شيخ في عمره 81 سنه يتلف ما بين اسماء تاع اولاده. حاولتوا ترعبوه، روحتوا دخلتوا عليه بال 60 واحد ولا 50، دخلتوا عليه في ضربه واحده باش تخلعوه مسكين. هذا ما يحبسنيش، لان الحاجه اللي قال لي بابا راني راضي عليك ودي يدعاوي الخير من عند والديا بزاف علي على هذه. والله ما راني طالبكم الى يوم الدين، غادي نكره لكم حياتكم، غادي نعيش لكم في المكتوب، غادي تولوا تشوفوني صباح وعشية، لانكم ماكمش رجال. سعيد بوتفليقة متدرج ومتخبي، والقايد صالح متخبي وتدمروا في ولد القومي، تدمروا في النعل تاعكم في الصباط تاعكم اللي تستعملوه كل ما تبغوا تهاجموا واحد حر من الاحرار، ولا واحد عذبكم وكرهكم حياتكم تستعملوا ود القومي تخرجوه للتيرة. الرجال تواجه رجال، ما تواجهش الشيوخ والعجزة. العجزة والشيوخ حتى في الحروب وتتفاداهم، اما انتم طحاحنا ما فيكمش ريحة الرجلة والريحة تاع الشهامة ما تسعوهاش، تشدوا في ولاد الناس
جندرمية ترسلوا فيهم تضغطوا عليهم بالضغوطات ترسلوا في المخابرات روحوا باش يسكت أمير لأن في كلوشكم تبن ولي في كلوشكم تبن يخاف من النار. قلتوا في الجرائد تاع ولد القومي بلي كاين مسؤولين كبار مسؤولين سامون يمدوا الأمير دي زاد في الأموال طائلة باش ما يكتبش عليهم وما ينشرش عليهم. نتحداكم تذكروا هاد الأسماء إذا كاينين أصلا. تذكروا هاد الأسماء اللي مدوا الأمير دي زاد في الأموال طائلة باش ما يكتبش عليهم. تذكروهم وتذكروا معهم أدلة سيدي ما تذكروش أدلة سيدي ما تجيبولناش أدلة. تذكروا غير الأسماء تاع المسؤولين السامون في الدولة الجزائرية. تذكروهم إذا عندكم دليل ذكرهم يا هما يرفعوا عليكم شهادة يا هما يرفعوا عليكم دعاوي قضائية يا انتم تباصوهم. إذا عندكم هاد الأسماء اذكروهم ما عندكمش حتى ربع أو واحد بالمئة كدليل ماشي لكم تتكلموا فيه ما عندكمش دليل. أنا مانيش البوشي غيكو كون ماني أنا مانيش البوشي شكون علاه بوشي ربما الذنب تاعه كان في البلاد درتو له هذه فيديو بلعتو عليه في البلاد وقعدتو تهضروا غير نتوما واش تحبوا تهضروا كيما درتو في التسعينيات بالضبط في التسعينيات كنتو تقتلوا في الناس وتهضروا غير نتوما اللي تحبوا حتى الخصم تاعكم او الخصوم تاعكم من الطرف الاخر اللي هو جماعة الفيس ما خليتوهمش يهضروا في الاعلام لا في التسعينيات ولا في الوقت الحالي. الخصم تاعكم لابد ما يتكلمش تكلموا غير نتوما واش تحبوا تتكلموا خرجوا البوشي او ادوا له كاميرا وخلوه يتكلم اذا عندكم نتوما مزاق لا نتوما تحبوا غير نتوما تتكلموا وغير نتوما تورطوا الناس وغير نتوما تباصوا اللي تحبوه وغير نتوما اللي تخيطوا الواحد كوستيم على حسابه بصح معايا انا لا 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 يجوز. انا الحمد لله راني برا وانتوما هضروا وانا نهضر واللي عنده دليل يثبتوا ولكن بعد ديروا تصفيات حسابات في بعضكم بعض وتجيبوا اللي تحبوا وتدخلوا اللي تحبوا واللي عنده جيب هذا يخدم في البلديه تاع مش عارف الجزائر الوسطى وقاعدين تجيبوا في الناس اللي ما يساعدوكمش انتوما وتدمروهم وتبلعوهم بالدوسي تاع امير. لا لا انا بابا دوك انت كي يكون نرجعوا الموضوع تاعنا انا بابا كي كونفوكي واش دير به واش دير به دوك انت كي تكونفوكي وتجيب له التحقيق واش دير به واش المشكل تاعكم ها هو الخصم تاعكم الناس والعالم. بالمناسبه ستصلكم شكوى في القريب العاجل لانها صيفات رسميه عند الامم المتحده هذه بيكون على بالكم بها لان الانسان صريح. النقطه الثانيه من بين عناصركم كنت نقول كلمه شرفاء من بين عناصركم تسمعوا فيا وغادي تبولوا على روحكم دروك من بين العناصر تاعكم في لحظه الاقتحام حتى الانسحاب كان عندي فيديو من بين العناصر تاعكم كاين الرجال اللي ترفض الظلم راحت معاكم راحوا معاكم رجال لانكم كنتم بكثره كانوا معاكم رجال يكرهوا الظلم هاونتكم من قوه امير دي زاد خلق لكم عناصر ومصادر في قلب نظامكم ها القوه امير دي زاد بالفيديو وبالصوره وبالصوت لحظه الاقتحام حتى الانسحاب تاعكم نعطيكم بالتوقيت يا اخي سحبتوا انتم كاع تليفونات الاهل تاعي ديتو لهم كلش ما خليتهم حتى حاجه من بين العناصر تاعكم هذا الفيديو حفاظا على الرجال وحفاظا على المصادر وحفاظا على الاحرار اللي ولو كانت تحطوني على قرطه تقطع لي راسي وما تسمعش كلمه مني عن طريق الناس الاحرار والشرفاء والنزهاء والمصادر اللي فيهم رجال. كان فيديو مصور بالصوت والصوره من لحظه الاقتحام الى اخر وقت للانسحاب وشكوى رسميه لدى الامم المتحده راكم تتقربوا من الاهالي. انا ما عنديش مشكل ما كان حتى مشكل شكوى راحت وراح معها فيديو مسجل انه ما نشروش حفاظ على الناس غادي يشوفوا الناس الظلم تاعكم طحتوا مع مول الفول. انا كي نقول لك مول الفول انا مانيش ود القومي مانيش ود القومي اللي يحس الصبات تاعكم. انا لو كان جيت انسان تاع ابتزاز كوني شريتها باري كوني شريتها ماشي نقعد نعري فيكم واحد مولا الاخر كوني باري شريتها وكان جيت انسان تاع ابتزاز هذه بديروها في بالكم مليح مليح. قارعوا للقادم وقارعوا للجاي وتشوفوا الصوره تاعكم في الامم المتحده وتشوف الامم المتحده والعالم كيفاش تحاول تضييق على واحد في الخارج وتتهجموا على عجوز شيخ كبير في عمره 81 سنه. دوك تشوفوا انا الرد تاعي كيفاش يكون داير
ونبيبليكم الشكوى ونبيبليكم الرد من الأمم المتحدة. الصورة تاعكم زينة ما شاء الله في الخارج سيدي زين وزاد تحبة في العين. الصورة تاعكم ما شاء الله شابة ويعرفوها في الخارج، وراكم عارفين وراهم صنفتكم منظمة أمينيستي في الخانة اللي هم صنفتكم فيها، وذاك يشوفوا بالصورة والصوت بكاش واحد قدر ينقل لهم شيء حصري إلا أن ننقل لهم الحصريات. وحي الله الشرفاء وين ما كانوا والنزهاء ولد فاميليا مهما كان، إلا وكاين في وسط هذا النظام كاين ولو قلة قليلة من الشرفاء وترفض الظلم. اليوم على بالي بلي بعد هذا التصريح اللي صرحته لكم غادي تضرب عندكم آليرت، غادي تضرب آليرت تقفضوا الريح، الريح تحكمه، لأن النقطة المهمة هي أنهم كانوا بزاف. منذ مدة وأنا نشركم على هاد الناس اللي راهم في السجون الآن، هاد الجنرالات اللي قحمتهم في السجون الآن، وكنت نعطيكم في الحصريات، اللي ما تقدرش تنشرهم قناة ولد القومي اللي متى أمره بالنباح ينبح، الوقت اللي أمره بالنباح ينبح ولد القومي. كنت نشرهم في حصريات، في ملفات، في صور، في فيديوهات، في كل شيء العبث والسرقة والاختلاسات تاع أبو الشعب من طرف الجنرالات، وخاصة الجنرال بوجمع أبو دواور اللي ماسك ميزانية ماسك المالية تاع وزارة الدفاع. حتى الفيلا تاعو اللي شراها بكذا وكذا مليار 38 مش شحال، انشرتها لكم بالصور اللي مقابل السفاره تاع السكن تاع السفير تاع البرتغال وحطيتها لكم. ما يقدرش يشرب مود القومي، ولكن بعدما تصادمت الاجنحه من اجل المصالح تاعها وقعتها ضغوطات من عند الشواكر تاعها في الخارج، بدات تباصي في 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 في, في, في الجنرال تاعها، عاد بيخرج ولد القومي نطاف السعيد يخرج باش يصرح بلي دخلوهم وكذا وكذا. وين كنت ميكان ينشر عليهم امير؟ امير ما عندوش قناه اعلاميه وما عندوش تلفزيون، ما عندوش قناه فضائيه، عنده فيسبوك فقط مجاني يصارع به، لا فيه لا سبونسور لا بيبليسيتي لهم يحزنهم. وين كنت؟ كنت تضبروا سي شاكيب خليل باه تبريبارو اذا ما نجحتوش في تمرير المحنه تاعكم للعهده الخامسه، وتزيد ولد القومي بغى يولي لهم شيكور في البلاد بما انه مثلا سواديزون سجل المكالمه تاع نعل من نعال النظام اللي المسمى باسماعيل تاع عنتر. حنا نعرفوا كيفاش تخدم السيستم تاع المخابرات، سيستم تاع انفيترو اجون ولا انفيترو كابيتان ولا كوموندو على حسب العمليات اللي يقوموا بها، عملية بسيطة انفيترو كابرا ولا سجان، وعملية كبيرة انفيترو فيها كولونيل حتى الرتبة جنرال. وإيه كي انفيتروه يدخل في أي عملية ربما ما يكشفش على وجهه غير الصوت تاعه، يتعامل معهم ربما غير بالصوت، إما لو تقوم يخرج لكم الصوت تاعه للعلن. حتى وكان عندكم عمليات خدمتوها خارج الجزائر بلا ما نتكلم على أسرار، اللي هي أنا دائما نركز على قضية تاعي هي قضية ضد عصابات ومشي ضد البلاد ومشي ضد الوطن، حتى ابغض الناس هذا اللي هم في النظام نبغضهم بغض ربي لي عالم به هذا النظام، ولكن كاين امور اللي ما صلحش بها بسكو على قضيه تاعي ماشي مع البلاد ماشي مع الوطن، قضيه تاعي مع هذا ولاد الحاك. حتى ما نقولش العمليات اللي قام بها هذا اسماعيل واش دار واش ما داش وكيفاش والاختراقات اللي اخترقها وكذا، اما الصوت تاعها خرجها لكم ولد القومي للتيران، سمعوه كاع الناس اللي كان مخترقهم وحتى المخابرات الاجنبيه وحتى المخابرات اللي كان يتعامل معاها وحتى الناس اللي كانوا يترصدوا لهم ما نذكرش المناطق، المهم خارج الجزائر سمعوه وعرفوه شكون هو. فضحكم لانه حمار واغيول ما خممش البلاد، ما خممش المصير تاع البلاد، خمم لاجل تصفيه حسابات فقط، تصفية حسابات تاعه مع هذا، وطبعا مأمور من طرف شواكرو. كنتوا من قبل تقولوا أمير ادعم فيه الماك، وانا طبعا ماشي من الناس اللي نرد وندافع على نفسي، ما ندافعش على نفسي لان القضية تاعي مش قضية بيرسونيل ولا
تقول لي كان دعم فيها الماك، ومن بعد قلت له لا اي دعم فيه ربراب، ومن بعد قلت له لا يدعم فيه المخزن تاع المروك، ومن بعد قلت له دعم فيه اسرائيل، ومن بعد قلت له دعم فيه فرنسا، ومن بعد قلت وفي اخر تالي قلت يدعموا فيه وزراء وجنرالات في الجزائر باش ما يكتبش عليهم. كي انسان كي يبغي يقول كتبوا كي تكذبوا كذبه، كي تكذبوا كذبه باش على الاقل الشعب يعرفكم، حاولوا كيفاش تدخلوا على في راسه، حاولوا بقاو شادين في خيط واحد ما تكثروش عليه لي بيست، ما تقيسوش بزاف لي بيست، باسكو يفيق لكم الاولى الزوجه ثاني يفيق لكم، وتقولوا امير لقيط وداير، وبعد لا روحنا عند باباه وتهجمنا على هذا لقيط ولا عنده باباه هذا شاذ ولا تعنسى، فهموا رواحكم واش راكم تهضروا، قبضوا في حاجه وكملوا فيها كونتينيو فيها، ما تقعدوش تلعبوا من نومن. عصابه تحكم البلاد واي واحد يعارضهم او يفضح الفساد تاعهم اذا كان داخل الجزائر، طبعا المصير تاع راكم تعرفوه كايها الناس كايها جزائري داخل لو راكم عارفين المصير تاعه وين يجيبها، واذا كان في الخارج الى حقوه يروحوا له الوالديه ويروحوا له الفاميتا وابن عمه واللي تقهوى معاهم واللي تصور معاهم. سمحوا لي ما عيطوا لي ما خاوتي ندير لايف على تعيطوا لنا، اللي يشرب مع حاجه واللي دار مع اي واحد روحوا ديروا بها بوبينه وديروا ديروا له فيلم، حلوا ملايين لي كونت باسمه وديروا له كونفرساسيون مع بعضكم ما يهمش. انا حاجه ما توقفني، حاجه ما تحبسني عليكم، فضايعكم وملفاتكم وفسادكم اقسم بالذي لا تضيع ودائعه من يطالكم، هذه غير كونكم هاني، روح عند بابا دير واش تحب، ديروا واش اللي يجيكم في راسكم اي حاجه. انا الاب تاعي في عمره 81 سنه وانسان عاجز عن الحركه، عاجز تماما عن الحركه، احنا نقولوا ربي خف عليه، ولكن باش تضغط عليا بابا ولا باي انسان انا بابا راضي عليا يكونك هاني، وما نتلقاش في الدار نتلقى في ديك الدار، هذه يكونك هاني، بس باش نحبس عليكم هذه قضيه امه وقضيه شعب وقضيه بلاد. انا قلت لكم بلي الناس المجاهدين والشهداء ربي يرحمهم كانت الناس تناضل، كل واحد واش كان يناضل، كاين اللي بالستيلو كاين اللي بالشعر كاين اللي في الجبال كاين بالشعر كاين كل واحد وكيفاش، كل واحد وطريقة النضال تاعه، المهم الإنسان ما يسكتش وما يحبش. ولكن كي كانت الناس برا المستعمر كان يجي يطيح عليهم في ديارهم، يطيح على النساء وعلى الشيوخ وعلى العجزة لأنهم جبناء كيما نتوما بالضبط، كيفكم كي أجدادكم كي ملي راهم مولينكم الحكم في البلاد، كي راهم يحموا فيكم ومخلي لكم الكراسي تما كلهم وكلكم جبناء. الناس عيطوا لي في التليفون خوتي، ان شاء الله المقاومه اللي الناس بزاف تصلوا بيا في البريفي ديال الفيديو العجل خوتي مش على جال ولاد الحركه ولا ولد القومي، ولد القومي ما يقدرش يحبسني، وملفاتك قلت لك انا كي قلت لك غادي نسكن لك في حياتك غادي نسكن لك في حياتك وما نشرته عنك فكر باللي راه 2 او 3% فقط 2 ولا 3%، وكي درتك في راسي ودرتك بين عينيا ترقب القادم، هذا اللي نقوله لك. كي انت كي لا راهم يمولوا فيك كي لا راهم يدمروا فيك، اقسم بالله ما نطلبك يا لو كان نعيش لك حياتك، كي انت كي هما ولي راكم حاسمين بلي بهذا الشيء تحبسوني غير نساو، ما هوش هذا هو. هكذا خوتي، اي صفحه اخرى تنشر اي حاجه، اي صفحه اخرى تنشر اي حاجه باسمي امير ديزاد ودير الصور تاعي لا تعنيني تماما. انا الحاجه اللي يهمني خوتي الزواوله ربما يطيحوا في الفخ، ربما الناس ما تعرف، دائما نذكر ونعاود كاين بزاف اللي يفوتوا هكا، وكاين اللي بغى يدير فيديو في اليوتيوب ومن بعد يفوتك شغل لايف في صفحه من صفحاتي يحلها ويقول لك بلي فوالا رانا امير وكذا وكذا، لا تعنيني، انا ما بغيش خوتي يطيحوا في الفخ تاع ولاد الحركه، لانهم اي واحد يراسلهم ربما او عبسه مسكين غلطه والله ما يرحمه، لان هذوك اراهم مرعوبين مخيالهم، حتى الصوره تاعي ولا تزعجهم
كأنهم شافوا جنك حلم. دولة تحرك أسطول تاعها، دولة تحرك أسطول، النيابة العامة، قيادة الدرك الوطني، يصلوا فيهم من ألجي حتى لتخمير 600 كيلو، قريب 600 كيلومتر، يصلوا فيهم من فوق لثما بعلى جهة شيخ كبير، ومش عارف أنا رونفور ألا سينو. هذا دليل على الرعب اللي راهم عايشينه والخوف اللي راهم عايشينه، ويحوسوا يخوفوا ويخلعوا الوالد كي يدخلوا عليه ناس بزاف. والله ولا على باله بكم قاع، هو أصلا إنسان راه كبير، وراه على باله بلي إنسان راه كبير، وراه على باله بس كان عايش وعدو 80 سنة، وعلى باله على باله ما تقضولو حتى ما تقضولوش مقلع، وما عندكش ما أصلا على تقضولو. إذا كنت عندك مشكل مع أمير هو علاك رايح له، وعندك بروبليم مع أمير روح الأمير، شوف كي دير معاه، روحت شكيتو للانتربول، شكون الانتربول؟ النيابه العامه، البروكيرور والجيج، ما راهمش يرقدوا، والنائب العام راهم يباتوا قاعدين، راهم ينوضوا الصباح يخبروا في جماعه تحت في البلاد، قال لي الصباح عندي مصادر حتى في المحكمه اللي راكم تشاركوا فيها، اللي راكم تحطوا فيها ملفات، وحتى في مخبر بوشاور، نحط لكم تصويره مخبر بوشاور، كاع ورش راه يدور كاع على بالي بغي يكون كون مهنيه، قلت لكم درت لكم، لكن تبدلوا غادي شفتوا اش ديروا، رفضوا كاع الجدرميه تاع بوشاوي، دوهم حطوهم في تم الراسط، وعاودوا جيبوا جروب واحد اخر حطوه في بوشاوي، وقادر تسيبوا في ذاك الجروب، مصدر امر دي زاد، وصلها كبيره لصغيره من ال زاد، واش بالتليفون تقولوا الو على بالي واش كاين. اما لا في المحكمه راكم تنوضوا بامير وتردوا بامير. بوشاوي راكم تنوضوا بامير وتردوا بامير، قياده الدرك الوطني تنوضوا بامير، واش دير لكم هذا؟ راكم خايفين. علاش راكم خايفين؟ علاش راكم خايفين؟ كاين اللوش، كاين حاجه ماهيش نورمال عندكم الداخل. امير هذا اذا راه يكذب عليكم ما يهمكمش، ما ديرونجيكمش، انا علاش مديرونجيني مئات الصفحات كل واحد واش يكتب عليا ما يهمنيش، ما يديرونجينيش، وما اتاكيش، ما نحطهاش في لاباج مابا، ونقرا الناس ديفوندي عليا ونكتب لهم ونقول لهم ديروا وعملوا كذا، ما يهمنيش، لانه كل ما يقول عليا ما يعنينيش وما يضرنيش وما يوجعنيش. انتم هاد الامور وجعوكم لانها حقيقه، لان ما بغيتوش العفن تاعكم يخرج للخارج ويشوفوه الناس والجناس، ها الشيء اللي يرعبكم. ما بغيتوش الصحافه الاجنبيه تشوفكم على حقيقتكم، ما تعاملتوش على ما عمركم ما طحتوا ربما في معارض اللي ما قدرتوش تشروه، ما قدرتوش تبيعوا وتشروا معاه، ما قدرتوش تسكتوه باي طريقه من الطرق، بالمال ولا بالقوه. ها المشكل وين راه هنا، وين طحتوا في مأزق. الآن من جهة أو قبل أيام تصرحوا ب 81 سجن بنيتوها، موراها ديريكت تطلقوا بلي واحد يعلق عنده سورسي ولا مش عارف، واحد يدير جام عنده سيما تحب أو، وراكم رايحين الشعب راكم تخنقوا فيه، عليكم بلي الضغط ولا الانفجار، هاد الشعب راكم ضاغطين عليه لدرجة ما تصورش، هاد الشعب اللي طرطق عليكم يا حليل، هاد الشعب أي رياكسيون تجي منه، أي رد فعل تجي منه يا حليل. أنا الشعب بلعتوا عليه كل المنافذ، تليفون مراقب، الفيسبوك مراقب، الحبوب الكحلة مراقبة، كلش مراقب هاد الشعب، لا وراه في حبس، ما يقدر يعلق، ما يقدر يدير جام، حتى في الحرية الشخصية دخلتوا له، وراكم باغيين يقعد غير ساكت عليكم، حتى لوينتا، تفرقوا بين هذا وهذا، هذا تغرسوا في البغض بين الشاوي وقبايلي وعربي ومزابي، وتحوسوا تشتوا هاد الشعب، تدخلوا له في البالون، تدمروا هذا على هذا، تحوسوا دائما يعيش الشعب في فوضى وفي كره لبعضها البعض، لان هذا الكراهيه تخدمكم، تخدم العصابه، وتطيل بقاء هذا النظام الفاسد. عارفين باللي لو كان يحط يد القبايلي يحطها في يد العربي وفي يد الشاوي وفي يد المزابي، عارفين باللي بلا ما يديروا انتفاضه ترفضوا كابتكم وتروحوا، تعرفوا بلي صاي النهايه تاعكم. هذه هي التوعيه، هذه هي معركه تحرير الوعي، لازم نكونوا يد واحده وخاوه في كل المناطق، في 48 ولايه خاوه، يسقط هذا النظام في رمشه عين، يسقط هذا النظام ما يبقاش، لان الشيء اللي دارته فرنسا فرق تسد راهم يمشوا على الطريقه تاعها. بصح نهار اللي كان الدال حسين اللي هو قبايلي حط يده في محمد بوضياف اللي هو عربي، وحط يده في عربي بالمهيدي اللي هو شاوي، حطوا يديهم في بعضهم بعض، سقط الاستعمار. شتي على صور راهي نهار اللي حطوا يديهم في يد بعض سقط هذا الاستعمار الجبان. ولو كان كل واحد قاعد متفرق في جهه كرنا اليوم هنا هذا مستعمرين، وللأسف بقينا مستعمرين،
ولكن من احفاد الكولون ومولاد الكولون اللي اليوم راهم يستعبدوا فينا. اللي اليوم ولا ولد قومي يسترجل، ولد قومي يسب في في في, في اجهزه الدوله، ما على بالوش بهم كاع ويستعب يتعب يعبد فيهم. شفتوا كيفاش كان يهضر معاه في التليفون مدير مركز عنتر، يذلل ويذمم الولد القومي، لان عارف بلي ماشي ولد، عارف بلي ماشي يهضر مع ولد القومي، راه يهضر مع شواكرو لي مورا لي مشوفيه، عارف بلي اللي يهضر معاه في التليفون ماشي هو القومي مقدم، راه عارف بلي يهضر مع شواكرو لي مورا، على هذيك كان يذمم ويذلل بلاد القوميه، ما يحبوش الرجال فيها، يعيشوا فيها غير ولاد الحرك ويعيشوا فيها غير ولاد القوميه اللي راهي حاكمه لهم دروك 90% او اكثر من 90% اللي راهم بحكامهم واموالهم هم ولاد القوميه ولاد الحاكم. اما الرجال ولاد الشهداء احرار، نحكي على ولاد الشهداء الحقيقيين، ولاد الناس اللي جهدت حقيقيا، راهم يعانوا وراهم يسوفروا وراه صار فيهم التير، ونصهم هاجر ونصهم راهم متشرد في الغربه كما رانا متشردين كاع. بصح المرخص راهم يحكموا بحكامهم، راكم تشوف فيهم بعينيكم، ماشي حاجه جديده نقولها لكم، ولكن نحكي في هذه الامور. انا عشت حياتي في البلاد، انا عندي 7 سنين برا، وربما تبقى حياتي كومبليت تبقى نكملها برا. علاش؟ على المواقف تاعي، خاطر لو كان رضيت الشتاء ورضيت الرخص وبعت كيما ايت حموده وليكيب، كما راه مشيت تهجموا على الوالد تاعي، تهجموا على الوالده وزاد مديارنا، وقابل بهذا الشيء، وكنت عارف هذا الشيء من الاول، داير على حسابي، عارف بلي صرا هذا الشيء وقابله، وعلى بالي بلي كثره الضغط عليهم وكثره الرعب فيهم، وكي تزرع فيهم الرعب يولي النظام كيجن النظام ويحس روحو بلي في خطر، يولي يدير اي حاجه اي حاجه، ما يوليش يعرف روحو واش يدير، ما يوليش يعرف واش يدير، يتهجم فقط. رغم هذا ورغم الداء والاعداء، الا انا لن نتوقف مهما كان الحال، مهما كان الحال، الا اذا خرجت الروح من الجسد. وهذه رساله للجبناء امثال سعيد وقايد وطرطاك وغيرهم من الشله، مع ان طرطاك حسب معلوماتي ما قالوش بزاف، هاد الشله باللي على الاقل تكون فيكم شهامه ورجوله، واجهوا الند تاعكم، ند الند، واجهوا الناس اللي راهم يكرهوا لكم حياتكم ويفضحوا فيكم، واجهوهم على الاقل، واجهوهم بالنفي على الاقل، راه عندكم قناه راكم تهجموا فيها بها، واجهوهم على الاقل بالنفي، وحطوا عكس منشر امير، عندكم السلطه وعندكم القناه، الشيء اللي جندتوه من اجل امير باش تشوهوا له صورته وباش تهاجموه وباش كذا وكعامل فرنسي وكذا ومنا وطططط، قولوا واش تحبوا، وانا ما ندافعش على على روحي في هاد الامور، قولوا واش تحبوا، قولوا واش تحبوا عليا، انا قضيتي باينه. هاد الناس اللي جندتوهم باش من جهه قال لك حاطين عليا قال لك عامل تاع فرنسا، ومن جهه يتحوس عليه الانتربول، روح انت وفهم مخك، روح انت وافهم كيفاش يرياجيها مخك، غادي مركب مخك يمركي لك ايرور نو ديسك. صباح حطوا عامل تاع فرنسا، عامل شي حطوا لهم مبحوث من طرف لك، هم يضحكوا هم يبكي والله العظيم، صباح عامل تاع فرنسا شي حوس عليه الانتربول، هذه قلبك بلي ما يقبلها حتى مخ ما يقبلها، تقولها الواحد في لي زوطو يضحك عليك، يقول لك راني مبلغ انا، يقول لك حزمني ولد القومي، نقول لي هذا. المهم الشيء اللي جنتو القنوات تاع الولد القومي ولد بن سليمان القومي الذي ذكرت عليه لم يرحم حتى بني جلدته في البيض، وكان يترصدهم. كاين فرق اخوتي، كاين بزاف ربما ديجان معنا ما يفهموش كلمة القومي والحركي، الحركي ليس هو القومي خاوتي، الفرق بين الحركي والقومي، الحركي هو الواشي، يعني اللي كانوا يقولوا حنايا
نقولوا زفاف، ونقولوا يوصل المعلومة، يوصل المعلومة لسيادهم. مثلا كان يخبر يقول هم وراهم المجاهدين وراهم بيتين اليوم، وين راحوا وين طلعوا وين يجيب معلومات عليهم. هذا هو الحركي. أما القومي فكان مسلح، كانوا يسلحوه كما كانوا نقولوا حنايا في التسعينيات، كانوا لي باتريوت ولا هذو اللي يعطوهم باريكزوم السلاح باش يروحوا يحوسوا على التيرو. القومي كان يسلحوه باش يترصد ويقتل المجاهدين. هذا هو القومي، ويدربهم فرقه هكا، فرقه تاع عسكر تاع ذاك الوقت تاع الاستعمار، دربهم على كيفاش يرفدوا السلاح وكيفاش تدريبات عسكريه كيفهم كالعسكر. هذا هو الفرق بين الحركي والقومي. اما لا مادام عندكم قناه تاع ود القومي اللي يهضر تنشر على امير صباح يتصدر لا اون تاع الجورنال باطل لله في سبيل الله. ما عنديش بان خلص سبونسور، ما عنديش بان خلص الاشهار بيبلسيتي كاش، بان خلص البيبلسيتي باطلوس باطلوس. راني في دو جور في دو جور في لا اون هاك بيريت حطوني الزوجه باللامبورغيني تاع الشونزيليزي تاع غراتيس وتصور تاع دورة ب 30 اورو، وحطوا لي وحده دايرين باللي امبراطورية الفيسبوك، امبراطورية الفيسبوك تنهار وهي راه فيها 31,000 ما شاء الله في اللايف مع خوتي زوولا، ومنهم واحد 10,000 بين دياراس وبوشاوي وكوميساريات وغيرها وكوميسارات وغيرهم. راهم 10,000 قلت نهار يا جدك. الوغ جندوا هاد القناة تاع ود القومي، جندوها بدلا من تقعد تسب في امير، تقعد تخرط على الناس فاقوا لها ويعرفوها. وصحيح العالم قاع يعرفها، العالم كامل يعرف قناة الزيبو، كل العالم راه يعرفها ضروري كافة، محسوبة على النظام وقناة فاقدة للمصداقية نهائيا نهائيا، ما تسعاش 1% من المصداقية. بدلا من جندوها تبقى غير هاب 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 تنبح تحت أقدامي، لأنها تنبح تحت رجليا، تنبح تحت أقدامي لأننا مانيش نحارب فيها بالتلفزيون. خاطر كان داير في التلفزيون هذا نقول خلص بيبليسيتي باش ندير لك بيبليسيتي في التلفزيون، هادي هي. ما لا التليفون راني باغا تيري برك. الو جندوا هاد القناة باهطوها ملفات تعكس المنشورات اللي نشرها عليكم امير ديزيت، نتحداكم نتحداكم تنكروا المنشورات اللي نشرتها وتحطوا عكسها. تقدروا غير تقول لهم بلي امير مخابرات اسرائيلية فرنسية هندية باكستانية تحوس عليه الانتربول. شو الانتربول؟ انتربول ما تعرفش بلي امير ضروب ومرا داير لايف، اسكو راه عايش كيفاش راه عايش واش راه يدير واش ماش يدير، هذه ما تعرفهاش. الشرطه الدوليه ما تعرفهاش، بسبب القوم يعرف ولا حس الرونجاز تاع المخابرات اللي نطاف اسماعيل العمار يعرف. اما الانتربول ما تعرفش، ما تعرفوها المساكين كوابا. حياكم الله خوتي، بارك الله فيكم وعليكم. احنا ان شاء الله معركتنا مستمرة مهما كان ومهما حدث، مهما حدث ونتوقعوا اي حاجة اخرى وقدام برك قدام برك. احنا رانا حاملين الامانة تاع اجدادنا، واجدادنا ضحاو، حتى اجدادنا كان عندهم والديهم، حتى جدادنا كان عندهم ولادهم، حتى جدادنا كان عندهم أهاليهم، حتى جدادنا غابوا وتشردوا ربما بالسنوات على أهاليهم، صرا فيهم اللي ما يصراش، حملوا وهملوا وصراو فيها بزاف، صرا لهم بزاف الأمور. ورغم هذا ما رونداوش المستعمر، وحنا ما روندوش للحركة كذلك، وحنا ما روندوش لولاد الحركة. هذه هي الطريق، كما قال لك طويل وشاق ويصعب على سالكيه، وعقبه صعيبه وكثير العقبات، ويطلعها غير اللي بركب يصحح. وحنا رانا نحاولوا وكل واحد بطريقته،
كل واحد بالشي اللي يقدر عليه، كل واحد بالمقاومة تاعه، وربي يتقبل ويثبتنا. هذا مكان تحية لكل خاوتي اللي ساندوني واللي وقفوا معايا وبعثوا لي بزاف الرسائل وسقساوا عليا وسقساوا. يعطيكم الصحة خاوتي، الناس اللي دارت الصور تاعي تاعها في الفيسبوك تاعها، يعطيكم الصحة خاوتي. حتى يكون دعم معنوي، حتى وطلعوا تحاولوا تطلعوا لي مورال، تحاولوا. انا الحمد لله انا اللي ماشي في الطريق تاعي، بارك الله فيكم نتوما. تحية لخاوتنا اينما كانوا، حتى لخاوتنا شرفاء ولاد فاميليا اللي راهم في العسكر ولا اللي راهم في اي جهة، اللي رافضين من الداخل، حتى من الداخل رافضين هذاك الشيء، الا وين يجي النهار وين يرفضوه علانية. راهم رافضينه من الداخل، مي فياندرا لو جور اللي يرفضوه علانية. وعارف بلي انا جاي داك النهار، اللي عارف واش راني نهضر، جاي هذاك النهار وفي القريب. ود الحركي يستفز في الشعب ويقولهم بلي يتعلق مباصيه، واللي مع البلوش بلي ورط في النظام وراه يزيد في شحن الشعب. والشعب اذا انتفض يا حليل استفيها غير طول العمر. السلام عليكم، ربي يحفظكم خوتي، تحياتي لكم جميعا، حياكم الله، الله يجازيكم.